أنا لسه لحد دلوقتي بتجيلي كوابيس. هي مش كوابيس بالظبط، هي ذكريات، ذكريات على مؤثرات مرعبة زيادة بتيجي من عقل البطن. مفيش حاجة محوقة معايا، لا مهدئات ولا جلسات ولا استشارات مع دكاترة نفسيين. أنا فاكر ليلة معينة بحلم بيها، الحلم بيبقى فيها حي جدا وكأني لسه هناك. بفضل ألف حوالين نفسي، الأربعة اللي معايا كانوا ميتين، في منهم اللي جسمه مقسوم نصين ومنهم اللي راسه ودراعاته مفصولين على أجسامه. الدم كان في كل حتة، بحيرات صغيرة، الدم مش بس على الأرض، أنا كمان كنت بنزف، جنبي كان غرقان دم من كتر النزيف مع ألم رهيب. ببقى عايز أصرخ لكن مش عارف، مفيش مفر، هي مسألة وقت على ما يلاقيني، الأرض كلها مكشوفة له. أنا شفته من بعيد بيقرب مني، لقاني خلاص، وبعدها الصورة بتتهز وبداله بيبقى فيه كائنة مشاعرة واللي بتبدأ تتكلم وتقول لي: هسيبك تعيش، الدنيا ممهدة ليه، الناس دماغها اتغزلت، بقوا ياكلوا في بعضهم، كل اللي الدجال هيعمله زقة صغيرة، أنا هنا فعلا. المفروض بعد كده إني بروح البيت، بسافر على السفينة واللي نجدتني من الجزيرة المهجورة. الرحلة كانت طويلة جدا، عدت عليا كأنها سنين كاملة. أنا ما صدقتش لما شفت باب البيت، ساعتها بس انهارت. لما دخلت ما كانش في حد، مراتي ولسبب ما كانتش موجودة. دخلت على أوضة النوم على طول، ما قلتش، ما كانش ليا نفس. كل اللي كنت عايزه هو إني أمدد على السرير وما أقومش، وعملت كده فعلا، ما استحمتش ولا غيرت هدومي الدايبة من دم كل اللي كانوا معايا في الرحلة. عيني كانت مغمضة نص تغميضة لما شفته واقف على طرف السرير وبيقول لي: أنا هنا فعلا، أنا خرجت، أبشر، الدجال خرج. لا، بقوم من النوم مفزوع وأنا بصرخ، شعري وهدومي كلها بقى مبلولين من العرق. بدي ظهري لمراتي وببص في الفراغ قدامي وانا بنهج. مراتي تنده علي وتقول لي: نفس الحلم برضو؟ ما بقدرش ارد عليها على طول، لما نفسي بينتظم واهدى شويه برد وقولها: ايوه نفس الحلم، بس مع شويه تطورات، ده غير انه بقى حي اكتر. انسى بقى يا مجاهد، فاتت 3 سنين، انت سبت الجزيرة واللي حصل حصل وخلص. ما هو برضو مش كل يوم ممكن بني ادم يتعرض لتجربة زي اللي اتعرضت لها انا، مش حد داس على رجلي بالغلط، دي جزيرة وجزيرة مرعبة، كان عليها غوريلا بتتكلم وراجل له قوة خارقة وبيقدر يسيطر على عقول البشر ويقتلهم بأبشع الطرق ومن غير حتى ما يلمسهم، بيخليهم يفقدوا إيمانهم. أنا ما مشيتش أقول للناس إن الخلاص قرب وإنه هيطلع من الجزيرة. خلاص إيه بس وبتاع إيه؟ ده ابتلاء. بس أنا حكيت للناس القريبين مني زي مراتي مثلا وأصحابي القناة الوثائقية اللي بشتغل فيها، لكن محدش صدقني. هم حللوا الموضوع إني
إن السفينة اللي كنت راكب فيها خبطت مثلا في شعب مرجانية واتكسرت بالقرب من جزيرة مهجورة، والنتيجة إن الناس غرقت أو ماتت من الجوع والعطش، وأنا اللي فضلت لوحدي على الجزيرة لفترة، وخلالها جالي جفاف من قلة الأكل والمية، وده سبب لي هلاوس وخلاني أتخيل كل الأحداث اللي حكيتها. معقول يكون ده صح؟ لا، أنا متأكد من اللي شفته. زي ما عندي يقين بالله وبتعليمه وحكمته، عندي برضو يقين إني ما كنتش بخرب. لكن الحياة لازم تستمر، ولو حتى فوق أكوام الجثث. والحياة بالنسبة للقناة عندي هي البرنامج بتاعنا، واللي ما تبقاش فيه حد غيري كان لازم يكمل حتى من غير فريق العمل القديم، واللي فضله بعد ربنا سبحانه وتعالى المشاهدات بتاعت القناة بقت في السماء. ومين بقى اللي بقت مهمته يجمع فريق جديد ويبقى مسؤول عن البرنامج؟ أنا طبعا. كان عندهم استعداد ده يستنوني لحد ما اتعافى تماما، بغض النظر عن المدة اللي هتعالج فيها. أنا أجمع فريق وأبقى مسؤول عن البرنامج. أنا هكون مكان غانم، محدش يقدر يبقى زيه، وأكيد مش أنا اللي هبقى مكان غانم. غانم ده كان موسوعة ماشي على الأرض، وعنده قدرة يشم الأماكن اللي فيها ألغاز تاريخية والمواضيع اللي هتعمل ضجة، ده غير قدراته في الإدارة وخبرته في التعامل مع الناس ومهاراته في الإقناع. أنا أعمل إيه أنا في كل ده؟ هي مهمة ثقيلة جدا، كنت شاكك إني ممكن أقدر عليها، لكن سبحان الله قدرت. لقيت نفسي واحدة واحدة بجمع فريق جديد من علماء التاريخ والآثار والمستكشفين، كلهم كانوا بيجمعهم طابع واحد، حب المغامرة والقلب الميت. ومع الوقت مهاراتي اتطورت. صحيح الحل كان في حالات كتير بيبقى في الوقت لو ما قدرش ينسي، لكن بيخفف الألم والذكريات المزعجة، بيخلي الواحد يتقن حاجات كان فاكر انه مستحيل يعملها. وانا كنت مضطر اخد عجلة القيادة وابقى انا المسؤول، وغصب عني بقيت قد المسؤولية. عملنا حلقات كتير، موسم واثنين وثلاثة واربعة، وكل موسم يحقق نجاح اكبر من اللي قبله، مواضيع مختلفة، اماكن في حتت متنوعة في العالم كله، كهوف ومعابد وحفريات وتوابيت، وحتى مدن مدفونة تحت الأرض وفي قاع البحر كمان. والدور جه على منطقة معينة، منطقة غامضة كانت هتعمل الضجة اللي الناس متعودين عليها من البرنامج. هو كان اقتراح من واحد من الفريق اسمه كيرلس، لقيته في يوم داخل عليا في المقر بتاع القناة في القاهرة، وشه كان منور وبيقول ان هو متحمس. لقيته بيقول لي: عمرك رحت مكان مسكون يا مجاهد؟ مكان مسكون؟ ليه يا حبيب السيرة دي؟ انا بتكلم بجد، عمرك رحت مكان مسكون؟ لا الحقيقة ما حصلليش الشرف، بس في اماكن مرعبة اكتر من الاماكن المسكونة. طيب ايه رأيك بقى في منطقة كاملة مسكونة؟ رأيي في ايه يا كيرلس؟ اننا نروح هناك ونعمل حلقة عنها. يا كيرلس انت فاهم غلط، احنا مش برنامج بتاع استكشاف الاماكن المسكونة والمعفرطة، في برامج تانية ده تخصصه، احنا بتوع اثار وتاريخ. ما هو المكان ده بيجمع ما بين الاتنين، هو مكان قديم قوي، بيقال انه من الاف السنين. انت بتقول منطقة كاملة؟ يعني
مش مأهولة بالسكان؟ لا، في سكان في المناطق اللي حواليها، لكن الجزيرة لا، محدش يتجرأ يسكن فيها. جزيرة؟ معلش يا كيرلس، هي فين بالظبط؟ في العراق، شوية بيقولوا جزيرة وشوية بيقولوا تلة. هي اسمها تل حفيظ في محافظة ميسان. واللحظة كنت نفس الشخص المهزوز المرعوب واللي تعرض لصدمة، وكان زي الورق الخفيفة الدبلانة اللي شوية رياح ممكن يطيروها من مكانها. كل ده عشان سمعت كلمة جزيرة، تخيلت انه ممكن يكون قصده عليها، فقلت له طيب يا كيرلس ماشي، في عنصر الإثارة، لكن احنا كصناع محتوى وثائقي التالي ده بقى هيبقى مهم بالنسبة لنا في ايه؟ هيضيف لنا ايه يعني احنا والجمهور؟ مبدئيا كده في كذا رواية عن تاريخ المنطقة، ويقال كمان ان فيها كنوز. كنوز؟ تخيل، سواء بقى الكنوز دي عملات او اثار موجودة من الاف السنين واحنا بقى اللي نكتشفها. ايه رأيك؟ التل ساعتها هيضيف ولا ما يضيفش؟ كنوز؟ يا ترى ايه هي الكنوز دي؟ انا طبعا اتمنى لو كانت مخطوطات او اثار، ده حلم كل متخصص في التاريخ والوثائقيات، انما بقى الياقوت والمرجان والذهب دي احلام الناس العاديه الطبيعيه. الموضوع فعلا كان مغري بالنسبه لي، وانا كنت شبه اخدت قرار خلاص، لكن في سؤال ضرب في بالي ساعتها، ازاي محدش قدر يوصل للكنز ده قبل كده، مع ان المكان يعني مش مجهول تماما، يعني في كلام عليه اهوت. وليه يا ترى التل ده ما فيهوش سكان؟ بس ايه السذاجة دي؟ ده تفكير سطحي جدا، ما احنا ياما اكتشفنا اماكن ما حدش اكتشفها قبلينا، ده جزء من تخصصنا. انا هسيب الخوف يأيدني ولا ايه؟ عشان يعني سمعت كلمة جزيرة وحركت الفوبيا جوايا. تل حفيظ، تل حفيظ ده هو مهمتنا الجاية، هروح انا وفريقي على هناك، ويا اما نكتشف الكنز وبقايا المباني والاثار اللي هناك، وده احساس قوي جدا عندي، يا اما على الاقل نصور شوية في الجزيرة او التل ده ومع الناس اللي ساكنين قريب، ونسمع منهم القصص عن التل. كده كده الحلقة هتبقى جامدة. سألت كيرلس على تاريخ التل، ما هو مذاكر بقى وهو صاحب الفكرة، رفض يقول لي حاجة، قال لي انه هيحكي في الوقت المناسب وفي الاجواء المناسبة. تمام كده، احنا اخدنا التصريح من القناة وتوكلنا على الله. لما وصلنا لمدينة ميسان واول ليلة، استقبلنا حد من اهل المدينة عايش قريب من المنطقة اللي احنا رايحينها، وعلى حد اجتهادنا يعني، اصل الاقوال هناك كانت متضاربة جدا، كلام كتير عن تل حفيظ وموقعه، اللي يقول لنا على بعد 10 كيلو، واللي يقول لا 20، اللي يقول في الشمال واللي يقول في الجنوب. انا تقييمي ان ما حدش فيهم شاف التل قبل كده ولا حتى كنوزه، وانه مكان مخفي وسط الصحراء المكشوفة، يعني هيبقى في مكان الناس من الوقت للتاني بتعدي من قدامه، بس ما عندهاش فكرة ان هو ده التل، عشان ما حدش اكتشف الكنوز اللي فيه. يومها ما قدرناش ننام من التحمس، احنا كنا 9، اتجمعنا في ساحة البيت. كيرلس بدأ يتكلم وقال اظن ان دي اللحظة اللي كلكم مستنيينها، خليني بقى احكي لكم شوية عن تاريخ المنطقة اللي انتوا رايحينها، عن حكاية من 3 حكايات عن اصلها، اصل في كذا حكاية.
الحكاية الأولى بتقول إن كان في 3 إخوات، عكر وأبو شزر وحفيظ، كل واحد فيهم كان عنده مملكة عظيمة منفصلة عن التانية وقريبة منها، والممالك دي كانت غنية، وكعادة الممالك القديمة والحضارات العظيمة اللي سجلها التاريخ الحكام بيتغيروا وبيبقوا فاكرين إن حكمهم دايم وأقوى بكتير من الفولاذ، مفيش ضربة تأثر فيه ولا تهزه. وهنظلمهم ليه؟ يعني هما اللي كانوا بيتغروا وإحنا في العصر اللي إحنا فيه ده ملايكة، أهي معادلات وبتتكرر وطبايع البشر واحدة. خلينا في المهم، التلاتة اتغروا وبدأوا يفسدوا في الأرض. التفاصيل بقى عن فسادهم مش معروفة، بس في تقييمي كالعادة برضو في القصص دي انهم زحفوا على اراضي مش بتاعتهم، حبوا يوسعوا مملكتهم واتغشموا حبتين، نهبوا او حرقوا الاراضي اللي هجموا عليها، وعملوا كده برضو مع شعوبهم، او فرضوا عليهم ضرائب جامدة، او استحلوا لنفسهم الستات اللي مش بتوعهم، يعني حاجات من دي. وبسبب طغيانهم اتعاقبوا بطوفان قضى على الممالك التلاتة كلها، وأدينا اهو في منطقة عكر وكمان منطقة أبو شزر وموجودة فعلا. أما بقى تل حفيظ فما حدش يعرف مكانها بالظبط، شوية يتقال إنها جزيرة وشوية يتقال إنها تلة. بس نيجي بقى عند التفصيلة المثيرة، بيقال إن التلة محروسة، عليها عدد من الحراس اللي بيحموها من أي حد فضولي عايز يستكشفها أو ياخد فكرة عن كنوزها، مش جيش ولا حماية مدنية، الحراس دول مش بشر أصلا، دول عدد من الجن مهمتهم بس يحرسوا الكنز. يحرسوه؟ يحرسوه ازاي بقى يا شهرزاد؟ سألت السؤال ده وأنا بضحك، فرد علي وقال: أظن إن دي حاجة هتعرفها وهنعرفها كلنا بنفسنا لما نروح بكرة. طيب دي واحدة من القصص، إيه بقى باقي القصص؟ برضو هتعرف بكرة، القصص هتبقى أحلى لما تندمج أكتر في الأجواء وتقرب من التل. ماشي يا كيرلس، ماشي يا ملك التشويق. بعد كده الكلام خدنا وودانا في حتة تانية، مواضيع كتير اتفتحت، الناس لعلعت في الكلام لحد ما وصلنا ان كلنا بنتكلم في نفس الوقت. فجأة احسيت باني نعسان، بدأت افقر وانام، فصلت وغمضت في مكاني وهم كانوا مكملين دوشتهم. فقت بعدها على ايدين حد بيهزني، كانت ترنيم زميلتنا في الفريق، قالت لي بصوت هادي: يا مجاهد قوم على اوضتك، انت نمت، حرام تعذب نفسك بالنومه دي. انا ساعتها ما كنتش قادر ارد عليها، مجرد اني حركت راسي وقمت بالراحه ومشيت واحده واحده الى حد الدور التاني، ودخلت الاوضه واترميت على السرير، ما لحقتش اني اغرق تاني في النوم. صحيت على خط على الباب، 3 خطات ورا بعض، هو مين اللي هيجي في ساعة زي دي؟ حبكت يعني، اطنش ولا افتح؟ اطنش لكني مقدرتش وقمت برضه، مشيت لحد الباب. خلال المسافة دي كنت بسأل مين اللي على الباب، لكن الظاهر ان محدش بيرد. فتحت الباب ما لقيتش حد، ساعتها النوم طار من عيني وفقت. حاجة غريبة، بصيت يمين وشمال في الطرقة الطويلة لكن ما كانش فيه أثر لحد، فقفلت الباب تاني ورجعت بظهري وانا بص عليه، اتلفت ناحية السرير لقيتها قاعدة عليه. ايوه
جدتي هدى وشها ما كانش منور ولا حضورها مريح، ما كانتش لابسه طرحه، شعرها كان ابيض ومنتف ومنكوش، جلد وشها كان مجعد بطريقه فظيعه وكأن اللحم هيقع من على الوش، بقها اتفتح وخرج منه تعابين كتير صغيره، كانت بتقول حاجه بس مش قادر اسمعها، صوتها كان واطي جدا. قربت منها وانا جسمي كله بيترعش، اخيرا سمعتها بتهمس في ودني وتقول لي: ايه اللي جابك هنا؟ صرخت باعلى صوت عندي، فضلت اصرخ واصرخ، لقيت ايدين كتير بتتمد ليا، كانوا بيحاولوا يهدوني. ساعتها ادركت اني كنت بحلم بكابوس، انا كنت لسه مع الفريق في الساحه وراحت عليا نومه وما اتحركتش من مكاني، ترنيم زميلتنا ما صحتنيش وما طلعتنيش الاوضه، ده كله كان جزء من الحلم. فهد زميلنا في الفريق جاب ميه ورشها على وشي، ساعتها بس بدات افوق وادرك اني كنت بحلم واني كويس ولسه قاعد وسطهم. كلهم كانوا مذعورين، سألوني في ايه، رديت عليهم مفيش حاجة، ما تقلقوش عليا، كان حلم وراح لحاله، انا اصلا مش فاكره، خير خير ان شاء الله. امتى بقى الجزيرة دي تخرج من جوايا والدجال ده يحل عن سماي؟ انا ما كنتش حابب ابدا ان اتفضح قدام حد، بالذات لو حد بيشتغل معايا ومسؤولين مني. بصوا عليا على جزء من الانهيار النفسي الهش والفوبيا اللي عندي، هو ده التشجيع المناسب لمغامرة جديدة. كل الاهالي اللي تعاملنا معاهم رحبوا بينا في المنطقة، كانوا مضيفيننا جدا، صاحب البيت اللي استضافنا نفس الحكاية، لكن كان مختلف شوية عن باقي الاهالي، كلهم كانوا بيحكوا قصص اسطورية عن الجزيرة دي والمغامرات اللي سمعوها من ناس راحت هناك، بس كانوا مستمتعين وبيضحكوا وهم بيحكوا، الا صاحب البيت اول ما استقبلنا قال بلهجته العراقية يعني فيما معناه: اشمعنى يعني تل حفيظ؟ ما لقيتوش غير المنطقة ديت، دي العراق كلها مليانة أماكن أثرية فيها حوالي 18,000 موقع أثري، والأماكن المكتشفة ما كملتش 1,000. فرضيت أنا عليه ساعتها: وإشمعنى يعني أي موقع تاني؟ ما تل حفيظ زيه زي الأماكن التانية واللي لسه محدش اكتشفها. لا طبعا مش زي الاماكن التانية. قال كده وسكت، انا ساعتها ما حطتش في دماغي، لكنه كل شوية كان بيلمح على الموضوع ويلف ويدور بيحاول يقنعنا اننا نروح اماكن تانية. بصراحة اللي جه في بالي ان الراجل ده مش عايزنا نكتشف بقايا المعبد او الاثار اللي هناك، كان قلقان يعني على اثار بلده، هو عنده حق يقلق ودي حاجه تحترم طبعا، احنا ممكن نلاقي هناك بقايا اثار من العصر البابلي مثلا، مع ان اغلب السكان المحليين اللي قابلناهم قالوا انها من العصر السومري، ايا كان كلها حضارات عظيمه، وممكن اصحاب الزمم اللي مش قد كده يعني يطمعوا في الاثار او الكنوز ديت اللي هيلاقوها، لكن مش احنا. معلش هو معذور، هو ما كانش عارفنا ومش متابع البرنامج، ما يعرفش ان البرنامج قايم على المصداقية والامانة، وان الفريق بيخاف على اي مكان اثري بيصور فيه اكتر من اهل المكان نفسهم. قبل ما ننطلق الرحلة الراجل ده اللي هو صاحب البيت لقيته بيقول لي: يا ابني
لسه في فرصة، فكر كويس. انت سمعت القصص من السكان، صحيح ما نقدرش نتأكد من قصة بعينها، لكن الكلام كتير عن تل حفيظ. ايوه يا عم الحاج، هو مجرد كلام مش كده برضو؟ اصلا مفيش حد اكتشف فعلا المنطقة، وإلا كان زمانها دلوقتي مزار سياحي. لا مش مجرد كلام، لو مش صريح كفاية معاك انا مش هسامح نفسي. والاول مرة في الرحلة اتهز، انا بعترف فيه ان كلامه ونبرته المرة دي اثروا فيه، لكن برضو دي مش اول مرة نروح منطقة مهجورة ونستكشف اثار وتوابيت او مباني، واهل المناطق اللي حواليها يبقوا خايفين ويحكوا قصص عن حراس ولعنة فراعنة وسحر وغيره وغيره، ونفتح المقبرة او المبنى ونصور ونرجع لبيوتنا ونكمل حياتنا عادي وما يحصلش حاجة. دي حاجة طبيعية جدا بنشوفها في مهمات كتير، الناس بمختلف جنسياتهم وبلادهم مخاوفهم واحدة، بيجمعهم الخوف من المجهول. وصلنا بالعربيات قدام المستنقعات، العربيات ساعتها وقفت، من ضمنهم عربية ضخمة كانت شايلة مركب. المركب نزل والجماعة اللي معانا مشيوا بينا لحد آخر نقطة على البر. كرم، الحاج كرم صاحب البيت، حط إيده على كتفي وقال لي انطلقوا انتوا بالسلامة على المركب. فابتسمت له وشكرته، فكمل كلامه وقال احنا هنستناكم هنا 3 ايام. 3 ايام؟ 3 ايام ايه يا عم كرم؟ احنا مش هنغيب اكتر من يوم، يوم ونص بالكتير، سواء لقينا التل او ما لقيناهوش. لو فرضنا يعني ولقيناه هنصور ونرجع على طول، الحلقة مش هيبقى فيها معلومات كتير عشان ما عندناش علم عن الاثار والمنطقة هناك. ممكن نبقى نرجع تاني وفي يوم تاني ونصور حلقات تانية، ده يعني لو على فرض اننا عملنا الاكتشاف العظيم. في كل الاحوال احنا اخرنا يوم ونص. وانا بقول لك يا ابني هنقعد 3 ايام، يبقى عملنا اللي علينا. لو فاتوا 3 ايام هنلم حاجاتنا ونمشي ومش هنرجع تاني. ساعتها كنت عايز اساله مليون سؤال، مليون سؤال ملح جدا جون في بالي، وبصيت له جامد، حاولت اقرا من ملامحه اكتر افهم هو يقصد ايه. اكيد ان كلامه ده كان يخوف جدا. بلعت اسئلتي جوه مني ومشيت في اتجاه المركب. كنت عارف ان الرحله خلاص بدات ومفيش مجال للرجوع، توكلنا ساعتها على الله ومشينا. الحاج كرم والرجال اللي كانوا واقفين معايا على الشط كانوا واقفين على حافة البر، كانوا بيراقبونا في سكوت تام. المنظر كان له هيبة رهيبة، كل واحد فيهم كان واقف على مسافة من التاني، ما كانوش بيتحركوا او بيتكلموا مع بعض، انظارهم كانت ثابتة علينا واحنا بنبعد زي الجمهور اللي بيحضر اعدام حد في الساحات العامة. احجامهم قدامنا فضلت تصغر وتصغر لحد ما اختفوا تماما. المية اللي المركب كان ماشي فيها كانت مية ضيقة، كان محوطها حشائش النهر الطويلة، بس كان واضح انها عميقة جدا. دلوقتي بقى هقدر اقول لكم على الجزء الثاني من الحدوتة. فانتبهنا كلنا الكيرلس بعد ما قال جملتي دي، فكمل كلامه وقال بيقال ان كان في تل في ميسان، التل ده كان متجمع فيه جنوس كتيرة ثروة رهيبة، والكنوز كانت بتاعت راجل واحد. الراجل ده عنده سلطة محدش قبله ولا بعده امتلكها، الملك سليمان النبي
واي كنز لازم له حارس، وكنز زي ده عايز حارس من نوع خاص، حارس يقدر يصد اي محاولات للسرقة بطرق ما حدش يتوقعها. وتعين الحارس، الحارس كان اسمه حفيظ، وحفيظ ده ما كانش انسان، كان جن. تخيلوا بقى معايا حفيظ ده شكله ايه وصفاته ايه عشان هو اللي يتم اختياره لمهمة زي دي. فردت عليه ترنيم، قالت له وهي بتتريق عليه: يا كيرلس، يعني احنا رايحين نواجه مارد، يمكن سندباد البحري يكون واجهه قبلينا. قالت له كده طبعا وهي بتتريق. اما انا بقى فانا اتعلمت درس مهم قوي فضل معايا باقي حياتي، ان مفيش حاجه مستحيله. اي حدث مهما كان غريب ومش مقبول بالمنطق بتاعنا ممكن جدا يكون حقيقي، احنا بس اللي افقنا كمان ادمين ضيق حبتين. علينا صحيح في خرايط ومتاهات ما تتخيلهاش، بس في الاخر عقولنا ضيقه وفيها علم اكبر وعوالم اكبر لا يمكن نستوعبها. انا اتعلمت ده بالطريقه الصعبه، لكن في نفس الوقت اتعودت ما سلمش دماغي لاي قصص بتتقال. الناس بتخاف وبتخترع خرافات حوالين اي حاجه مجهوله بالنسبه لهم. الساعه ساعتها كانت لسه ما جاتش 12 الظهر. صحيح احنا كنا في اول شهر 12 والشتاء هناك كان صعب جدا، لكن الدنيا كانت مشمسة يومها واليوم اللي قبله كمان، وده فجأة اتغير. جت سحابة كبيرة غامقة وواطي الشمس، الدنيا اتقلبت وبقت كئيبة جدا. كلنا سكتنا في نفس الوقت وبصينا للسماء، فضلنا على حالنا قرب الدقيقة، لكن في واحد فينا راسه اتحركت، وبدل ما كان بيبص فوق بقى بيبص تحت. الواحد ده اسمه هشام، كان مركز جدا مع المية، وحتى بعد ما رجعنا نتكلم مع بعض والامور رجعت طبيعية هو برضو فاضل باص للمية. وفجأة سمعت صوت طرطشة في المية. ايه اللي حصل؟ ايه الصوت ده يا جماعة؟ سألت الناس اللي معايا وانا مخضوض، لكن محدش كان عنده اجابة. جه في بالي بسرعة خاطر، عديت الفريق بالمصور لقيتهم 7 افراد كده، يبقى في واحد ناقص، انا حافظهم كلهم مسؤولين مني وكأني ولي امرهم. المفقود ده كان هشام، ومن غير اي تردد قلعت البلوفر بتاعي ونطيت في المية في وسط صريخ وتهليل من الفريق. ما كانش في وقت ان اسمع لهم او احاول افهم عايزين ايه، في واحد وقع في المية ولازم انقذه. فضلت اغوص واغوص، لكن الشام ما كانش ليه اثر. الدنيا بقت كلها تضلم قدامي، كل مدى كانت بتضلم اكتر وراسي كانت بتتقل. انا نفسي كنت معرض للخطر، ممكن افقد الوعي في اي لحظة، لكن لا، انا مش هخرج من غير هشام، مش هسيب حد من الفريق بتاعي ورايا. وهناك في العمق لقيته فعلا، كان ثابت في مكانه وعينه مفتحة على الاخر. انا قدرت اشوف ضوء بالمية، ضوء خفيف موجود في المية، عينه ما كانتش بترمش وجسمه كان متخشب. حاولته بدراعاتي من ورا واتحركت به لفوق وخرجنا للسطح. ساعتها الصريخ اشتغل لما شافونا، اصواتهم كانت عاليه جدا زي الديوك. انا كنت بحاول اخد نفسي، انا غبت كتير تحت الميه ونفسي اتقطع. حطيت جسم الشام على المركب وعملت له تنفس اصطناعي لحد ما خرج ميه من بقه وكح واستعاد وعيه. كان هين عليا ساعتها اني اخد الكاميرا وهكسرها على دماغه حتى لو كان الزحلق ووقع. الخضه لوحدها كانت هتقضي عليا،
حرك جسمه شوية بشوية وقعد. كان بيلف بعينه حوالينا كلنا بيحاول يستوعب هو فين ومع مين. فسألته: ايه اللي حصل يا هشام؟ انت وقعت ازاي؟ كان بيلمع. ايوه كان بيتوهج. نعم يا اخويا، هو ايه اللي كان بيتوهج؟ النور، نور اخضر ظهر من تحت الميه، كان جذاب قوي، ما ادريش ايه غير وانا بنط جوه الميه عشان اروح له. انت بتقول ايه يا هشام؟ نور ايه وشكله عامل ازاي؟ نور، ساطع زي ما بقول لك، متوهج، عارف زي النجوم كده وضوها، مش بيبقى النور ثابت، عامل شبه النبضات، في بقعة معينة كان بيخرج منها نور أخضر، في صفوري زي ده. وانت وصلت له يا هشام؟ ايوه. يعني انت شفته تحت؟ فحرك راسه بمعنى انه بيأكد كلامي. فقلت له: طيب ولقيت ايه يا هشام؟ لقيت كهف. نعم. كهف، تحت المية، شبه الكهوف العادية بس تحت المية. وانت دخلت في الكهف ده؟ ايوه. وبعدين؟ مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ مش فاكر. اللقطة اللي بعدها كانت وانا هنا على المركب بعد ما فوت، لكن في حاجة تانية. حاجة تانية؟ ايه هي؟ قول بسرعة. كان في يافطة في مدخل الكهف مكتوب عليها باللغة العربية: الأمر لا يستحق، لا تطرق هذا الكهف. انت متأكد يا هشام اللي شفته؟ يعني ما كانتش هلاوس؟ اصل انت فقدت الوعي لا انا متأكد، اليافطة والكهف موجودين. خلاص يبقى توكلنا على الله. ساعتها امرت المصور انه يلبس النضارة وانبوبة الاكسجين، وانا كمان عملت كده. كان لازم ننزل بنفسنا عشان نشوف لو كلام هشام صح، يبقى دي بداية اكتشاف لتل حفيظ، والكهف ده كان لازم يتوثق ولو من بره، مش لازم يعني كنا ندخله. كذا حد منهم حاول يقنعني انه ينزل معانا لكني رفضت. انا مش ناقص تشتيت، انا هركز في الاكتشاف الاسري ولا فيهم، وبقى الان بقى حد يغرق والطيار يسحبه. ونزلنا انا وشعبان المصور، حاولت اني اوصل لنفس المكان اللي جبت منه هشام. الموضوع اخذ شوية وقت لكن في الاخر وصلنا. وهناك وقدامنا بالظبط كانت اليافطة موجودة: الامر لا يستحق، لا تطرق هذا الكهف. والكهف كان موجود وراه، لكن فين النور الاخضر اللي هشام بيقول عليه؟ انا بقيت دلوقتي متأكد ان الكلام اللي قاله هشام مظبوط، النور الاخضر ده هو الدليل بتاعه، ولولا ما كانش وصل للكهف. طيب ده بقى معناه ايه؟ يظهر له النور ويتشد ليه وينزل من غير ما يحس بنفسه، من غير عدل اكسجين، وكأن النور ده استدرجه للكهف. الكهف، هل يا ترى ندخله ونصور ولا نسمع للتحذير المكتوب على اليافطة؟ لا لا، الموضوع ما يستحقش الواحد يجازب بسلامته عشانه، بلاها دخول الكهف. كن اننا صورنا اليافطة والكهف ده من بره لوحده سبق وانجاز، ويعمل فرقعة مع باقي اللي كنا هنصوره بعد كده. فديت لشعبان المصور الاشارة عشان يقفل الكاميرا ونخرج.
وفادي قفلها واستعدينا اننا نطلع، لكن وانا في طريق الطلوع شفتها سمكة ضخمة شكلها بشع وشاك كان مكرمش وعينيها واضحة ومحددة وكانها عيون انسان، كانت فاتحة بقها على الاخر واسنانها مدببة، بعدها اتحركت بعصبية وكانها بتصرخ، كانت جاية بسرعة علي، كانت مستهدفاني انا. لما قربت مني لقيت ان ملهاش جسم، هي عبارة عن وش ضخم وبس، مفيش فايدة من المحاولة، ما كنتش اعرف اهرب من السمكة. فضلت واقف مكاني ومستني مصيري، حسيت ساعتها بحاجة بتنتشني وبدأت اتحرك بسرعة لفوق. خرجنا من المية وطلعنا على المركب، بعد ما شيلنا اقنعة التنفس وانابيب الاكسجين لقيت شعبان المصور بيقول لي بعصبية، هو ايه اللي حصل تحت؟ انت اتجمدت كده ليه؟ علشان السمكة. هو انت يعني ما اتجمدتش؟ سمكة ايه؟ السمكة ام عيون واسعة واسنان مدببة، كانت عبارة عن وش بس وملهاش جسم. ركزت شوية في الكلام اللي بقوله، سمعت نفسي وانا بقول الجملة بصوت عالي، ساعتها بطأت في الكلمات الأخيرة، الكلمات لما رنت في دماغي أدركت قد إيه الكلام غريب ومش منطقي، وفهمت برضو من نظرات شعبان إنه ما شافش السمكة، أنا بس اللي شفتها. ساعتها اتكلم فهد وقال بخوف، هو إيه اللي تحت بالظبط يا مجاهد؟ بلاش تنزل المايه دي تاني، احنا نكمل تصوير لما نوصل البر. بس انا فهمت دلوقتي، احنا دخلنا منطقه مش عاديه، واللي شفته مع اللي هشام شافه ظواهر برضو مش عاديه، واضح كده ان الكلام بتاع السكان المحليين مش مبالغ فيه، المنطقه فعلا مسكونه. لكن ايه السحابة الضخمة دي؟ معقول السحابة دي مش بتخلص؟ الشمس كانت لسه محجوبة، ساعتها كان عندي احساس قوي انها مش هتطلع تاني. قطع تفكيري صوت سلمى زميلتنا في الفريق وهي بتبص على دراعها وبتسأل، ايه ده؟ السؤال ده كان علشان حست بنقط مية بتنزل على دراعها، نقطة في التانية والدنيا فجأة بدأت تمطر. الملفت غير ان المطرة كانت نازلة سيول هو ان نقط المية كانت حادة جدا لدرجة اننا بدأنا نتوجع منها. فكملت سلمى كلامها وقالت، دي مش مية، دي نقط تلج صغيرة، التلج الجامد جليد. عشان ترد عليها ترنيم وحواجبها مرفوعة، الخطوط اللي على جبهتها زادت وتقول، لا ده مش جليد، ده الماس. ضميت كفوفي على بعض وجمعت بعض حبات من مطرة، الماس السما فعلا بتمطر الماس. فزعقت في الفريق جامد وقلت لهم، الكل بسرعة يغطي راسه، يلاقوا الجواكت او يمسكوا اي حاجة يضغطوا بيها، يلا بسرعة. وكلنا غطينا راسنا بسرعة، الدنيا فضلت تمطر دقايق وكل شوية حد فينا يصرخ، الماس كان بيلسع اجسامنا وكأنه سكاكين صغيرة حادة. واخيرا المطر وقف، لكن زميلنا نديم كان واقف وشه كان فيه حاجة مش طبيعية، كان فيه خط نازل من على جنب وبيجري على كتفه، كان دم، خط من الدم نازل من راسه. سألت ساعتها مين معاه إبرة وخيط، راسه كانت فتحت وكان لازم حد يخيطها.
لكن الحمد لله الجرح ما كانش كبير. نديم فضل ثابت لحد ما طهرت له الجرح بكحول وقيضته. ساعتها كان في شط من بعيد بدا يبان، اخيرا هنخرج من الميه. فهدي سال ساعتها وقال: هو امتى السما بتمطر ماس؟ فرديت عليه وقلت له: بتمطر ماس لما الميثان والكربون والهيدروجين يتخلطوا مع بعض والبرق يخبط فيهم بالشحنات الكهربية. طيب وده بيحصل امتى؟ ده بيحصل يا اما على المشتري او زحل، لان ده المناخ بتاعه، انما على كوكب الارض ده مستحيل يحصل. ساعتها دقات قلبي بقت سريعة جدا، كل ما نقرب من البر كل ما خاف اكتر. فقلت لهم: خلينا يا جماعة نرجع تاني بالمركب لحد الارض اللي فيها كرم. لكن كلهم رفضوا، بالعكس دول كانوا مرعوبين يرجعوا تاني للمية. المركب وقفت ونزلنا على البر. الجو كان مكهرب جدا. في المرحلة دي اظن ان كلنا ادركنا ان المنطقة فيها حاجة مش مظبوطة. عشان كده قلت لكيرلس: بقول لك يا كيرلس، ما تحكي لنا بقى القصة الثالثة بتاعتك. فبص لي كيرلس وقال لي: هو ده وقته. ايوه هو ده وقته يا كيرلس. انا كنت عايز اشغل الفريق بحاجة غير الظواهر العجيبة اللي عمالة تحصل لنا. فبدأ كيرلس يحكي واحنا بنمشي في صحراء. القصة الثالثة بتقول ان تل حفيظ كان عبارة عن سجن الجن، وحارس الزنزانة كان من نفس جنس المساجين، ودول كانوا المتمردين من الجن والشياطين، والحارس كان ملك من ملوك الجن اسمه حفيظ. ساعتها اتكلم هشام وقال بنبرة سخرية: فعلا انا شبه ندمت بعد ما سمعت القصة، عشان كده خفت اكتر. وهما بيتكلموا لقيت ريح فجأة هبت علينا بتراب الصحراء. كنت شايف قدامي شجرة ضخمة ما فيهاش ورق، اغصانها مدببة. فقلت لشعبان بسرعة: ارفع يا شعبان الكاميرا وصور ده. لكن شعبان اخذ باله من حاجة وهو بيبص من خلال الكاميرا. الدنيا بقت ليل. امتى الكلام ده حصل؟ صحيح هي كانت غيمت والشمس اختفت، بس اللي قدامنا ده ليل فعلا، ليل واضح بقمر في السماء. المفروض الساعة دلوقتي ما تجيش 5 المغرب، امتى الليل ده حل؟ ايد شعبان ما كانش ينفع تتهز ولا ينفع ينطق بحرف، ده تصوير. لكن في حاجة تانية اخذ باله منها. انا ما كنتش موجود ولا اي حد من الفريق. شعبان كان لوحده تماما في الصحراء. شعبان بدأ يشوف حاجات غريبة بتتحرك على الشجرة. الفروع ما بقتش ثابتة، كانت بتتحرك بالبطيء، كانت بتنزل لتحت وبتزحف عليه. دي ما كانتش أقصان، دي كانت تعابين كتير متجهة لشعبان، واللي كان لسه ماسك الكاميرا على كتفه مش قادر يتحرك من الصدمة، مش مستوعب أصلا. التعابين ما بقتش جاية في اتجاه واحد، دول كانوا بيزحفوا في كل الاتجاهات عدد مهول. اخيرا قدر شعبان يطلع صوت صرخات بتعلى بالتدريج، لحد ما طلع صرخة هزت الصحراء كلها. ساعتها بس احنا سمعناه ولقيناه. شعبان قعد مفقود 3 ساعات كاملين
من الساعة 5 لحد الساعة 8. كان جنبنا أول ما طلعنا من المية، وبعدين فجأة اختفى. قعدنا ندور عليه كتير، رجلينا ورمت وأصواتنا اتنبحت، لكنه ما كانش له أي أثر، زي ما تكون الأرض انشقت وبلعته. لما سمعنا الصرخة جرينا على مصدر الصوت، لقينا شعبان في حالة انهيار. مسكناه وقعدنا نزعق فيه وفين وفين لحد ما فاق. سألنا احنا كنا فين، ردينا عليه وسألناه هو اللي كان فين. قال انه اول ما خرج المية ويدوبك بعد شوية تمشية صغيرين سمعني بقوله يرفع الكاميرا ويصور. كنت بشاوله على شجرة من غير ورق كان فيها اغصان مدببة، بس انا اللي قلت له يصور ولا حد فينا شاف الشجرة. ولما حكى عن موضوع التعابين كلنا دمنا هرب. فقلت لهم يا جماعة انا بقول لكم نمشي من هنا، يلا بينا دلوقتي على المركب ونرجع. كل لما بنغوص في المكان المريب ده اكتر كل ما الوضع بيبقى اخطر. فرد علي فهد وقال لي يا سلام، يعني في العتمة دي الأهوار مش هتبقى مرعبة؟ مش قلقان من اللي جوه المية؟ لا احنا نقعد هنا احسن، نستقر ما نمشيش ونفضل مع بعض لحد ما الصبح يجي وبعدين نبقى نرجع. ساعتها الكل سد على كلامه، شافوا انها فكرة كويسة. الا انا اللي للأسف عندي خبرة في المواقف اللي شبه كده، عارف ان كل ما نهرب اسرع كل ما يبقى احسن. الرعب اللي في المية ما يجيش حاجة جنب رعب الارض، وده عشان واضح اننا كنا بنقرب من موقع ما ينفعش نكون فيه. فقلت لهم يا جماعة يلا يا جماعة نمشي من هنا، ابوس ايديكم نمشي دلوقتي حالا. فرد فات وقال لي بلا ابوس ايديكم بلا رجليكم، مش هنتقطع من هنا لحد الصبح وبعدين. لكنه ما كملش جملته، رجله ساعتها اتزحلقت وجسمه بدأ يغوص في الرمل. اتكعبل ازاي؟ فصرخت في الفريق بسرعة وقلت لهم يلا معايا كلكم بسرعة. وجرينا على فهد كلنا، فضلنا نشد فيه. المفروض انها كانت رمال متحركة وغرس فيها، فضلت تسحبه واحدة واحدة، مع كل حركة كان بيغوص اكتر. فقلت لهم بس يا جماعة سيبوه. فهد كان غلس جامد، وفي المرحلة دي خطر اننا نشده، المفروض انه كان يبقى هادي. لمحت بالقرب منه شجرة صغيرة، لو مد ايده كان هيعرف يمسكها. فقلت له وانا بحاول اهديه بقولك يا فهد انت بتثق فيا؟ فهز راسه بيأكد على ده، لكنه ما كانش قادر ينطق. فكملت كلامه وقلت له غمض عينيك يا فهد وافضل ماسك في الشجرة واقرا قرآن، اقرا آية الكرسي. وفعلا عمل بالظبط زي ما قلت له، وهو بيقرا كنت بقول له يهدى على قد ما يقدر عشان يقدر يركز وما يتلخبطش في الآية. ساعتها لقيناه بيقوم وبيتحرك في اتجاهنا، فترنيم سألت وقالت هي دي رمال متحركة؟ وهي بتقول كده لمحت صخرة كبيرة فشلتها ورميتها على نفس الموقع، لكن الصخرة ما اتحركتش. فجاوبت عليها وقلت لها لا دي مش رمال متحركة. ساعتها خلاص ما بقيناش قادرين نقف على رجلينا، تقريبا كلنا بقى عندنا يقين اننا مش هنرجع تاني.
مرحبا بنا في تل حفيظ. بعدها بدأنا نقع واحد ورا التاني، كل واحد كان بيقع في مكانه. اتسمرنا في مكاننا على الأرض. حراس التل مش هيخلونا نخرج، وأحسن سيناريو كان إننا هنفضل هناك في البقعة دي لحد ما نموت لوحدنا. ساعتها هشام رفع راسه وسألني: تفتكر يا مجاهد في كنز فعلا؟ بجد يا هشام، هو انت لسه شايف انه كنز اصلا؟ دي لعنة. انت فاهم قصدي يا مجاهد، يعني في ذهب ومجوهرات وكده. انا بالنسبة لي متأكد من ده، اللي بيحصل هنا من فعل حراس بيحموا حاجة غالية جدا. ايوه اكيد في كنز موجود. بعدها فضلنا ساكتين ساعتين، محدش اتجرأ يغمض عينيه. كنا مركزين في النار اللي مولعينها قدامنا. احنا مش لوحدنا. الجملة دي اتقالت بتحمس من حد فينا، انا مركزتش كان مين. المهم الخبر نفسه. ساعتها قمنا كلنا نشوف اللي يقصده صاحب الخبر ده، وفعلا كان في ناس، وده عرفناه من الدخان اللي شفناه في موقع معين. بس الغريبة اننا استنينا حد يظهر، لكن محدش ظهر. اللي ظهرت هي بقعة نار فضلت تعلى وتعلى مع نفسها، وبعدها بقعة نار تانية جنبها بشوية، وبقعة نار تالتة جنبهم بشوية، وكل كام ثانية تظهر بقعة نار جديدة لحد ما تحوطنا بيهم كلهم. بعد كده سمعنا أصوات كأن الناس بتتكلم، بس مع التركيز ده ما كانش كلام، هو ما كانش زي أي لغة بشرية، هي حروف كده متلخبطة، واللي بينطقوا بيتكلموا بسرعة قوي، صوتهم كان مزعج وكأنهم مجموعة كبيرة من الغربان. كان عبارة عن نعيق مش كلام. النعيق ده بدأ ياخد نمط معين وكأنه بيتلحن، ومعاه سمعنا أصوات طبول عالية من كل جهة. ساعتها بدأنا نشوف ظلال بتتمايل وكأنها بترقص. كل الفريق كان خلاص هيبدأ يتحرك، طبعا كنا هنجري، لولا اني مسكت اللي جنبي وشاورت بايدي على بقي وانا ببص للكل وبنبههم انهم ما يتكلموش ولا يتحركوا، واننا ما نبصش للحفلة دي ونديهم ظهرنا ونبص قدامنا. كل ده انا قلته لهم بالاشارة، وده فعلا اللي عملوه. كلنا مسكنا في ايد بعض. رعشة الايد كانت معدية جدا، زي ما نكون موصولين بمصدر كهرباء واحد. بعد شوية النعيق ده قرب مننا ومعاه خطوات، فضل يقرب اكتر ويقرب ويقرب. كانوا في ظهرنا مباشرة. كان في سخونة رهيبة وكأننا جوه فرن حرارته عالية جدا. غمضنا عنينا كلنا من غير ما نتفق. حسيت بنفس سخن على وداني وضحكة خافتة. ضميت صوابعي في كفي ودموعي نزلت غصب عني، وبعدين كل حاجة اختفت. الأصوات سكتت والنيران ما بقتش موجودة. ساعتها اتلفتنا ورانا، اللي كان متبقي من النيران دي دخان كثيف خارج من كل الرملة، وكأن الأرض كلها كانت بتولع نار، والنار دي انطفت فجأة.
فقلت لهم ايه يا جماعة، مش يلا بينا بقى؟ فالكل رد في نفس واحد يلا. ساعتها بدأنا نمشي بسرعة في اتجاه المية. كنا قطعنا مسافة كبيرة من المية للصحراء، لكن ما كناش هنقف، مش هنستريح. اتأكدنا ان الطريقة الوحيدة للنجاة هو اننا نبعد ونرجع مطرح ما جينا. هو ده كان هدفنا ساعتها، لولا اني لمحت عواميد ضخمة مكسرة على بعد مسافة، كانت بقايا لمبنى متهالك. ساعتها ناديت على شعبان وقلت له شعبان امسك الكاميرا وتعالى معايا. فرد علي وقال لي انت بتقول ايه يا مجاهد؟ بقول لك امسك الكاميرا وتعالى معايا، دي اهم حاجة، ده الغرض من الرحلة كلها، احنا هنصور بسرعة ونمشي، مش هنقعد كتير. شعبان ساعتها كان في حال الذهول، انا كمان كنت مذهول، انا مش عارف ازاي اتشددت للمبنى ده وكأني ما عنديش ارادة. ودخلنا المبنى، فضلت امشي وشعبان ورايا، ما كنتش عارف المفروض اني اقف امتى ونصور ايه بالظبط. واضح ان المكان ده قديم جدا، انقاض قصر كبير من الاف السنين. عيني ساعتها وقعت على ممر ضيق، دخلت فيه وعديت الناحية التانية، والناحية التانية دي كانت عبارة عن ساحة ضخمة جدا، وهناك قدامي كان في صناديق كبيرة مترصصة جنب بعض وفوق بعض. كان في صندوق معين منهم شدني دونا عن غيره. فناديت على شعبان، شعبان، لكن شعبان ما ردش عليا. فناديت عليه تاني وتالت، برضه ما ردش. بصيت جنبي ما لقيتش حد، ما كانش شعبان موجود ولا اي حد من الفريق، انا كنت لوحدي. شلت طوبة كبيرة من الارض وفضلت اخبط بيها على قفل الصندوق لحد ما اتكسر. الصندوق ساعتها اتفتح، جوه الصندوق كان في ذهب ومجوهرات. عيني ساعتها وسعت من اللي شفته، كانت بتعكس اللمعان بتاع الجواهر، بجد طلع فيه كنز بجد. احنا لقينا كنز تل حفيظ. فينك يا شعبان يا مصور؟ انت بتهرج اكيد، كلكم بتهرجوا، امال احنا جايين هنا ليه؟ ازاي الكلام ده ما يصورش؟ وقتها وانا غارق في عصرتي سمعت صوت تأوه، صوت غضب مكتوم. المشكلة انه كان صوت عالي جدا. الصوت ده كان جاي من ورايا، كان فيه خطوات تقيلة بتقرب مني، ومع كل خطوة الارض كانت بتتهز وكأن في زلزال قام. لقيت الصوت ده بيتكلم لما قرب مني وقال لي انت تتصور شكلي عامل ازاي؟ حركت اكتافي، واللي هو يعني الله اعلم. طيب عندك فكرة انا مين؟ فرديت عليه وقلت له متهيالي كده ان حضرتك اكيد يعني الحارس، وانا الحرامي اللي اتسلل للكنز. ساعتها حسيت فجأة بحركة قدامي، لكن لما بصيت في مستوى نظري ما لقيتش حاجة. عيني نزلت تحت، لقيت كائن قصير جدا، اقل من مستوى ركبتي. شعره كان طويل وسايح، كان مغطي جزء كبير من وشه. فضل يحرك راسه
يمين وشمال وكأن عنده تشنجات. لقيته بيقول لي: أنا ممكن أبقى أي حاجة، ممكن أبقى أسوأ كوابيسك. ساعتها سمعت عظمه بيطقطق وبدأ يتفرد لحد ما بقى طويل وعريض. شعره كان طويل وواصل لآخر ظهره، دقنه كانت لامسة الأرض، عين من عيونه كانت مقفولة وفي نصها خط مكرمش، والعين التانية كانت مفتوحة وجحظة ومش بترمش. انت دجال. فلقيته بيقول لي: جرى ايه يا مجاهد؟ مش هي قالت لك تبشر الناس بخروجي؟ وبعدين انت عامل نفسك فيها مسؤول عن فرقة وبتروح بيهم لأماكن مجهولة، فاكر نفسك غانم ولا ايه؟ انت مش زيه ولا عمرك هتبقى زيه ولا هتحقق نص اللي حققه. غانم عالم حقيقي، عبقري ومستكشف ومغامر، مش زيك نصاب ومهزوز وفاضي من جوه. ساعتها جسمي كله كان بيتحرك جامد وانا بتنفس، سرحت قدامي لحظات وبعدين رفعت راسي ليه وقلت له: ايوه صح، انا مش غانم، مش انا اللي اسيب فريقي ورايا، محدش هينقص منه، ده مش هيحصل طول ما انا المسؤول عنه، هرجع كل واحد فيهم لبيته. انا مش غانم، وانت مش الدجال. ساعتها ابتسم، والابتسامة فضلت توسع وتوسع لحد ما جلد وشه بدا يتشقى. اديته ظهري ساعتها وجريت، عديت الممر الضيق ومنه على الساحة الاولانية اللي كنت فيها، وبعدين على العواميد لحد ما طلعت بره القصر. بره لقيت حفلة، لقيت عياط وصريخ من كل الفريق وزعيق بيقولولي: هو انت ايه اللي دخلك؟ انت ما كنت سمعنا واحنا بنقولك ما تدخلش. ولما شدوني زقتهم ودخلت غصب عنهم، وكلام كتير زي ده. فسكتهم كلهم وقلت لهم: طيب بس يا جماعه، يلا بينا بسرعه من هنا، هو جاي ورايا. فسالني شعبان ساعتها: جاي وراك؟ هو مين اللي جاي وراك؟ انا متهيالي كده انه الطنطل. ايه الطنطل؟ ومش وقته دلوقتي، هبقى احكي لكم عنه واحنا راجعين على المركب. وجرينا كلنا باقصى سرعه عندنا لحد ما وصلنا للمركب وركبناه. جينا نحرك فيه، ما كانش بيتحرك. ليه ما بيتحركش؟ كانه كان غارت في الطين مش في ميه. اصواتنا دخلت في بعضها، كلنا كنا في حاله صدمه عصبيه، وده عشان ان في حاجه ظهرت على البر من بعيد، كانت بتقرب لنا بسرعه. كائن جلده رمادي بيمشي وهو لازق في الارض، وكانه نوع من الزواحف، عينه كانت بتنور وسط الضلمه. فقلت للفريق: اسكتوا يا جماعه، اهدوا شويه، احنا لازم نفكر، في حد هنا معاه حاجه، اللي المفروض ما تخرجش بره تل حفيظ، الكنز اللي هنا ما يخرجش بره التل، افتحوا شنطكم بسرعه كلها وطلعوا جيوبكم البناطيل. وفعلا الكل عمل كده، لكن محدش معاه حاجه مش بتاعته،
مفضلش ساعتها غيري أنا. لما ركزت شوية لقيت إن جيبي تقيل، مديت إيدي جواه وطلعت جوهرة كنت أنا اللي أخدتها من الصندوق اللي فتحته من غير ما أدري، وكأنها هي اللي انتهتني، هي اللي دخلت في جيبي وأجبرتني إن أخدها. الطنطل كان على حافة البر، خطوات قصيرة ويوصل لنا، كان شكله بيستعد إنه ينزل المية. وقتها رفعت إيدي عالي ورميت الجوهرة بأقصى قوة عندي، الجوهرة فعلا وصلت الأرض. ساعتها المركب بدأت تتحرك والطنطل وقف في مكانه، ثبت في مكانه وكأنه تمثال. بعد لحظات الأرض اختفت من عيوننا، محدش فينا بقى شايفها، مجرد مساحات ممتدة من الأهوار أو المستنقعات، مية وحشائش وبس. الوقت بعدها عد علينا ما تكلمناش ولا كلمة مع بعض لحد ما وصلنا للبر التاني. على البر التاني كان فيه واحد ممدد قرب المستنقع، كان معاه عدد من المعارف مستنيين المستحيل، مستنيين المركب اللي مش هتيجي. لكن فجأة صاحبنا ده قام من مكانه، قرب ببطء لحد حافة المستنقع عشان يتأكد من اللي شايفه وإن المركب فعلا وصل، المركب اللي احنا كنا عليه. الحاج كرم جات له هستيريا الضحك من الفرحة، ما كانش مصدق نفسه، مد ايده وبقى يمسك واحد واحد فينا يعدي من المركب للبر. ولما جه الدور عليا بصيت له وقلت له، مش قلت لك يا حاج كرم يوم ونص بالكتير؟ فلقيته بيقول لي، انت شفتها يا ابني؟ شفتها؟ هي ايه اللي انا شفتها؟ حفيظ، الجزيرة وصلت لها. وهو حد يا حاج كرم قدر يوصل لها قبل كده؟ هو السراب ينفع يتمسك؟ بعد كده من باب الفضول مش اكتر شغلنا الفيلم اللي احنا صورناه على الكاميرا، شغلناه لما رجعنا بيت الحاج كرم. لكن اللقطات اللي خدناها كلها كانت كلها مشوشة، اصلا مفيش حاجة اتصورت. لكن مش مهم، المهم الكنز اللي في الرحلة او كلام بنصبر نفسنا بيه. تمت.